أهلا بكم. اتهمت وزارة الداخلية جهات خارجية بالعمل على تأجيج الأوضاع ونشر الفوضى بالبلاد وتشويه صورة السودان، في وقت قالت إن هذه الجهات معلومة ومرصودة. وأكد وزير الدولة بوزارة الداخلية دكتور موسى محمد علي مادبو في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، قال إن الأوضاع تحت السيطرة تماما، مشيرا إلى رصد تحركات التنظيمات المعارضة التي استغلت الأوضاع وسعت لتحريض المواطنين، لافتا إلى القبض على بعض المشتبه فيهم من المدسين في أوساط المتظاهرين والذين يقومون ببعض الأعمال ضد المواطنين والقوات النظامية، موضحا أنه وبعد التحقيق معهم ظهر أن بعضهم يتبع لحركات مسلحة تعمل على تأجيج الوضع حسب قوله. هذا وقد استطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من المواطنين حول مخاطر التدخلات الأجنبية وتأثيراتها على استقرار البلاد. الدولية تجاه ما يحدث في السودان هي مواقف متباينة، نجد أنه بعض الدول العربية بتدعم السودان في وأكدت دعمها للسودان في ما يشهده من احتجاجات ناحية القضايا الاقتصادية والمطلبية، وبالمقابل نجد هناك موقف ربما أو شبه معادي من بعض الدول الأوروبية والغربية خاصة التي تركز على جانب حقوق الإنسان في عدم استخدام القوة المفرطة والعنف في فض الاحتجاجات والتظاهرات. تلاحظ أنه الناس بدأت هنالك الوسائط الإعلامية تتدخل في تعظيم وتأجيج أوار المشكلة، وهذا التأجيج والتدخلات الخارجية أنا شخصيا برى أنه الإعلام الداخلي السوداني له أثر، لأنه يعني التغطية الإعلامية كون أنه يغطي هذه القضية بصورة رسمية وطريقة صحيحة، أنا أفتكر أنه هنالك قصور من الناحية الإعلامية، والقنوات الداخلية السودانية يفترض أن توجه وتبسط للمواطنين الحقائق الأصلية وما يكفله لهم الدستور. في بعض الدول لا يعجبهم الاستقرار داخل الدولة المعنية، يعني فحقيقة يعني السودان مستهدف منذ فترة من الزمن من قبل يعني كثير من الدول، الدول سواء كان في الجوار البعيد أو الدول يعني الجوار الإقليمي أو الدول الخارجية، يعني في كثير من الدول لا يريدون، لأنه السودان واقع في القرن الأفريقي ووسط يعني في موقع استراتيجي مهم جدا جدا.